أنا مشاهدي شوفتي في هذه الحلقة متابعين كنحييكم مدينة وجدة أمام هذه المعلقة. صراحة ندير لكم هذا المباشر هذا تعرفوا على مجموعة ديال المعالم إن شاء الله، واللي غادي إن شاء الله غادي يكون عندها واحد البرنامج في رمضان لمجموعة ديال الأماكن في مدينة وجدة، أماكن الشهيرة بطبيعة الحال. إذا حنايا كنتواجدوا حدا أقدم محطة في المغرب. بزاف تاع الناس اللي غادي يتسألوا غادي يقول لك علاش أقدم محطة في المغرب. أول حاجة الاستعمار الفرنسي دخل إلى مدينة وجدة سنة 1907، يعني عكس باقي المغرب، لأن الاعتبارية ديال أنه مدينة وجدة منطقة حدودية بالجوار مع الجزائر بطبيعة الحال، واللي كانت مستعمرة يعني فرنسية قبل ما يدخل الاستعمار الفرنسي. إذا 1907 الاستعمار الفرنسي دخل إلى مدينة وجدة، عاد بعد 1912 سنيات معاهدة الحماية بطبيعة الحال، وهذه تعتبر يعني أول محطة ديال القطار كما كتشوفوا معنا بهذه الساعة القديمة جدا. هذه المعمار محطة كما بنات فرنسا كما باقية، كانوا داروا مجموعة تاع ليزاميناجمون ولكن في الصباغة ولا شي حاجة، ولكن باقي هذيك الهندسة المعمارية الأوروبية مرتبطة بالتزيج البلدي بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا، لأنه دارت واحد المحطة أخرى كبيرة هي اللي راه في دابا اليوم. هذه رجعت معلمة بحال واحد متحف يعني موجودة نوريكم من الداخل، رجعت بحال شي متحف كنقول حنايا، وهو مجموعة ديال أماكن مدينة الاستعمار وكنا صورناها البارح في واحد المباشر بطبيعة الحال. إذا هذه يعني بالبيبان ديالها بالهندسة المعمارية ديالها وكلشي هادشي اللي تشوفوا هي أقدم كار في المغرب بطبيعة الحال. يعني كتجي لهنايا كتحس بواحد الإحساس اللي جميل جدا، كتحس بهذاك العبق ديال التاريخ بطبيعة الحال. المستعمر الفرنسي خلى مجموعة ديال المآثر في هذه المحطة. هذه نحاولوا كتشوفوا معنا الداخل اللي باقية بهذاك الآخر ديالها الرقيع، دابا مسدودة كتشوفوا حتى داك الزليج ديالها البلدي اللي الحديد حتى مجموعة تاع الأمور بطبيعة الحال يعني غير كتشوفها من بعيد سبحان الله يجيك واحد الإحساس، وحتى واحد المشهد جميل جدا ديال المحطة من بعيد. مؤخرا كانت درت هنايا واحد الهندسة المعمارية بطبيعة الحال هنايا الضوء صورتها واحد المشهد جميل جدا صراحة. إذا هادو المعالم والمآثر يعني نقدرو نقولو تاريخية الحقبة العشرة، هنايا كانت جموع ديال الناس في القطار المسيرة الخضراء بطبيعة الحال من هنايا عندهم ذكريات من هنايا اللي كما كنقولوا حنايا ديال المسؤولين ديال الاخرين اللي مشاو بهذه المحطة هذه. إذا هذيك كاينين ثلاثة تاع المحطات في المغرب، كاين الأولى أول محطتين في المغرب كاينة هذيك وكاينة
ديما قاعد في 1907 اللي هي فيلاج كولوش. هذيك رجعت اليوم ملحقة ديال سيدي زيان قيادة تما محطة باقية هي بهذاك المعمار ديالها وداك الشيء. موراها تبنات هذه يعني هذا أول محطتين في المغرب ديال القطاع. من بعد جات تعفاف ديال الرباط ديال كازا يعني في إطار ديال كتعرفوا حنايا المستعمر كان خصو يدير مجموعة ديال الخطوط السككية باش يستنزف بطبيعة الحال الثروات ديال المغرب. كما كنعرفوا حنايا المغرب الشرقي كيعرف مجموعة ديال الثروات فحل الجاري منها هذا المعنى هذا، وكان يديو السلع باش يجيو الجنود ومجموعة تاع الأمور بطبيعة الحال. يعني الجنود كانوا يجيو من هنايا ويمشيو الجزائر والجزائر عاوتاني يجيو لهنايا. ثم كنا نعرفوا حنايا بلي أنه الأغلبية ديال الجيش الفرنسي كانوا كنقول لهم السنغال، كانوا دي سينيغاليان هما اللي مع الجيش الفرنسي كانوا مجندينهم بطبيعة الحال. توحشت وجدة من الجزائر. تحية على واحد الأخ جزائري معنا في لي كومونتير، حتى هو راه كيعقل على هاد المحطة مزيان كي كانت خدامة. اليوم للأسف تسدات، أنا عندي ذكريات جميلة هنا صراحة، يعني كنتمناو الخير بطبيعة الحال. حاولنا نخربوكم ونتمنى أنه اللي يجي مدينة وجدة يسول على المحطة القديمة ديال القطار ويجي يزورها هنايا. كاين واحد الساحة جميلة جدا هنايا، الجميل في الأمر أنا كنت جوج تاع لي زوتيل يعني مصنفين أطلس تين مينيس وأوتيل إيبيس، يعني واحد المشهد اللي جميل ورائع. الإنسان ياخذ هادو بلايص زوينين اللي كاينين في مدينة وجدة هنايا بطبيعة الحال. إذا الإخوة الأخوات كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، نعاود شوية نقربكم من وكنحاول أنا دائما أنه بلايص زوينين كاينين في المدينة ديالي بطبيعة الحال نصورهم ونبينهم يعني ديالنا بطبيعة الحال. كما كنقولو هنايا هذه هي المحطة ديال القطار القديم. Thank you.